سامي ولا كنان الصغير؟ كنان وسامي. اي رشا انا عملت حاجة هتسمعكوا في الفيديو. انا عملت حاجة اتخرمت اول بيتيز. انا عملت حاجة انا قلت حاجة اول بيتيز اتخرمت عادي على فكرة. الزقيها وقصة هيتبطط وحيتبطط دول هيبقوا في الكوارث. وعارفة المهم هي ايه؟ ان انت تحط السمنة في وسطيه عشان خاطر المهم النتيجة الاخر. المهم النتيجة الاخر تمام. المهم النتيجة والطعم تمام. انا بصور كله الحلو والوحش. الكواليس يا جماعة اهو. ونقي بقى بعد كده. شفت الخرم كواليس اهو. شوف الخرم اهو. شفت الخرم الجزون. السلام عليكم البنات كدارين. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم فاروق غادي دير لكم الفطير المشلتت ديال مصر ديال الفلاحين. غادي تقول لكم مقادير ولا تقولنا المقادير كيف ما عرفتوا. انا ماشي في الدار، انا في بيت العيله دابا، يعني غيكون كميات كبيره. شحال هنايا دول؟ 5 كيلو دقيق. 5 كيلو يعني 5 كيلو ديال الدقيق. والدقيق دائما كنقول لكم هنايا او كيف قلت لكم في الكيك اللي درت البرتقال، هما كيستخدموا الدقيق ديال القمح اللي كيطحنوه كيخليوه صفر، يعني بحال هكايا ما كيخدموش الدرجه الاولى الابيض يعني صفر، يعني المهم هنا عندهم ما درجتين، درجه اولى ودرجه ثانيه. بحالنا حنا في المغرب تيكون يعني هذاك السبيسيال بحال هكا. المهم قمح ماشي هذاك الابيض. المهم 5 كيلو ديال الدقيق غتحطي في ايه؟ ملح. ملح معلقتين ملح تقريبا، يعني الملح حسب الذوق. حسب تعملي كم سكر؟ عادي 2 يعني في 3 4 5. 5 معالق في 5 كيلو، يعني في كل كيلو معلقة. طيب تمام. والبيكنج باودر باقي، يعني ده البيكنج باودر اللي هو 16 5 كيلو. نعجن يعني تقلبوا، يعني تتقلب مزيان يتجانسوا هذوك المواد الناشفه، ومن بعد كتعجنوا عادي، يعني بتعجني عادي زي العيش. من بعد غادي تعجنوه بالماء عادي، ما يكون فاتر، ماشي سخون ماشي بارد. اكيد المهم القوام ديال العجين غتشوف في الاخر كيفاش كيكون داير. كده خلصنا. هكا كيكون القوام ديالها، لان مازال غادي يديروا لها الزيت. كيفاش كنديروا حنا نسمى بحال هكاك؟ يعني هكا كيكون القوام ديالها. معلش ايوه عشان يشوفوا احنا ما هو ماشي طري وماشي ناشف. اهي العجينه بحال هكا كتكون. احنا غنخليوها ترتاح، هنغطيها ترتاح كام ساعة؟ ساعة؟ يعني اقل من ساعة، ساعة الا ربع، نص ساعة. المهم هنغطيها بكيس يعني مثلا لو سبناها ترتاح احنا مش فاضيين مش هيجرى لها حاجة. لا مش هيجرى لها ولا حاجة، هي ما فيهاش خميرة. يعني اقل شيء نص ساعة او ساعة الا ربع، اقل حاجة نص ساعة. هتسيبها ساعة، هتسيبها ساعة ونص براحتك. مش هيجرى لها ولا حاجة. يعني لو بغيتوها بالزربة بس مستعجلة نص ساعة كفاية عليها. ماشي وهنرجع لكم تاني. هنخليوها ترتاح نغطيوها ونرجعوا تاني. هنايا دازت نص ساعة والاولانية، وغادي يديروا يغيروا له بحال الطريقة، يديروا على شكل قرص ولا قريصات. كتكون هذيك الصينية طبيعي كنديروا حتى حنا في المسمن، كيدهنوها بالزبدة وبالزيت، غيديروهم بحال هكايا حتى تكملهم كاملين، وتغطيهم شويه يعني تدهنهم بالزيت، وترجع ثاني تخليهم يرتاحوا نص ساعه واحده اخرى. ومن
ملي ترجع ملي تسالو الساعه 1 اخرى عاد ديك الساعه غادي يبقاو يقرصوا فيهم. المهم غادي نكملوا حنا هاد الباقي ديال هاد العجين ونرجع لكم بعد نص ساعه ان شاء الله. المهم هنا هكا كيجي شوف البنات بعد ما خلينا نص ساعه وهو خمر هكا كيجي كيساعدنا حتى في الفرد. المهم غنوريكم الطريقه ديال الفرد ديالهم ماشي بحالنا كيديروا بالمدلك او هما تقولوا لي العجله او ما عرفتش سميتها النشابه. شنو متكلمش هاي كيخدموا بحال هادي يسرحوا واحد شويه بحال هكا ويحطوها ويديروا وحده اخرى يعني يخدموا بها بجوجهم باش تكون كبيره. يعني هذه غادي ديرها هكا غتحطها شويه ترتاح بيد ما تعاونها في بحال هكا الطريقه. نزل شويه كده يديكي بتعمل طريقه البيتزا كده بتلفها كده لحد ما تبقى كبيره. يعني هي في الاول كان الحجم ديالها قد هكا من بعد كتبقى كدير لها بحال هكا تتولي الحجم ديالها كبير بحال شكل البيتزا. يعني هنا كل واحد الطريقه ديالو. هذه الطريقه ديال طريقه ايدي طريقه مين هنا البحيره صفه عامه ولا الارياف طريقه الارياف كيديروها بالدقيق ماشي كيديروها بالزيت. يعني كيبقى كيفرضوها بحال هكا كيشد ومازال هذه راه قالوا يعني صغيره. يعني كاين اللي كيدير يعني كيدير قرصات اكبر من هذه. المهم هنايا داروا انت عملتوا سبقوني في المهم سبقوني في هذه اللقطه حيت كان معايا التليفون اعتذر. المهم المره الثانيه غنوريها لكم. المهم في الاول يعني ورقوها مزيان ومن بعد داروا عاد كيديروا السمن ويعني مخلطين هنايا الزبده نحط على الثانيه نحط على الثانيه اوكي يورقوها بحال الطريقه ماشي هيا على هذه كل طبقه كيديروا فيها هذا الزبده يعني شوفوا قداش كتولي كيبقاو كيشدوها بحال الطريقه هذه. يعني بحال هذوك لاباط فيتي كتجي بحال لاباط فيتي. يعني ما كيديروش من الاول كيديكو من الزبده ولا هذه تشدي ما تفليش كيديروا الطبقه الاولانيه الزبده والزيت مخلوط الزبده والزيت كيتنيوها بحال كيفاش كنديروا حنا الرغيفات هكا كيتنيوها شدوا الطبقه الثانيه هذه يديروا عليها. المهم كل ما طواوها كل ما يعني دور الطبقه فوق طبقه لانهم خدامين غير على وحده ما كيديروش يعني رغيفه في وسط رغيفه هما دايرين رغيفه وحده وكيديروا طبقات فيها. كل ما داروا لها طبقات كتجي مورقه. يعني كيديروا هنايا السمن او الزبده والزيت من بعد كيطويوها يعني كيطويوها على اكثر من بحال لاباط فيتي يعاودوا يرجعوا يطوا هذه هنايا حركة والثانيه عليها. يعني تقريبا انتو طويتوها كذا مره كم مره يعني ست مرات واحده كده واحده كده يعني اربع مرات وبعدين هتطوي ثاني كمان عشان نحطها في الصينيه
كيخليوها بحال هكايا من بعد ملي كيبغيو يديروها في المول عاد باش كي عاد باش كيقرص كملوا هذا باقي الوحدات ونوريكم كيفاش كيديروا ملي كيبغيو يقرصوها في المول ديال الصواني كي تيقولوا هما الصواني. انا من بعد منين داروا لهم هذيك الحشك ديال الرغيفات كرجعوا يقرصوهم بحال هكايا. يعني بتحط على الوش قشطه قبل ما تدخليها وده على حسب اختياري دي اللي عايز يحط يحط اللي مش حابب يخليها زي ما هي عادي يعني هناك يحطوا فيها كريم فريش او قشطه وما تقولوا قشطه وقبل ما يدخلوها الفرن ده على حسب الطلب اللي حابب يحط اللي مش حابب مفيش مشكله. هنوريكم واحدة بالقشطة وواحدة من غير قشطة ان شاء الله. هذه بلا قشطة صح؟ من غير تعملها سادة من غير. احنا وريناكم اللي بقشطة دي من غير. دي من غير ماشي. وحندخلها الفرن وحنوريكم لما بعد ما تاخدش كتير في الفرن. لا يعني بسرعة كتر في الفرن كده تمام. هكا البنات هكا كيجي الفطير. شوفوا كي اسمعوا القرمشة ديالو كيجي مقرمش وفي نفس الوقت طري وكيطلع تبارك الله يعني حبة كتيرة تبارك الله. المهم حنا درناه هنا دايره هنا باش يصهد باش ما باش يبقى سخون يعني باش يبقى سخون. وحنت قلت لكم هنايا العائله باقي الاخرين باقي هاد يعني هادو يعني من ضمن اللي باقي في الفرن باقي شي وحدين في الفرن كيطيبوا وكاينين هادو اللي دول بالقشطه ديال القشطه اهو. شوفوا في اللي بالقشطه كيفاش كيجي القوام ديالو شكل ديالو من الداخل مورق. وهذه قلت لكم راه غير وحده يعني ماشي وحده في وسط وحده غير وحده وحده. شوفوا كيفاش شحال طبقه كيفاش كيجي يعني ما معجن ما والو. هاي قصه ندير من غير ندير من غير قشطه صح. يعني كيجي زوين صراحه وباقي في الفرن هادشي قلت لك غير كميه شويه اللي خرجنا دابا باقي سخون. وهما هاد الفطر من شالتت كياكلوه عادتهم ارياف يا رضا ارياف ولا لا ارياف يحطوا العسل الابيض وما كيقولوا ابيض هو العسل الطبيعي عسل اسود وكيحطوا هاد الجبن اللي عندهم جبن بالانواع هذه بالعاديه بالفلفل وهذه جبن بال ايفيدي ايدي جزر خيار يعني فيها جزر وخيار بالخضر يعني عندهم انواع كثيره ديال الجبن قشطه والقشطه اللي كنا حاطينها برضو في وش الرغيف او الفطير بيحطوا معاه برضو خيار وطماطم دول عاداتهم عندهم. دي ايه بقى مخلل اللفت ده لفت ولفت ده هذا مخلل اللفت والكرومب اللي هما ليشو هكا هما عندهم العدد ديالهم كيحطوا هاد الفطر المشلتت بهالطريقه هذه. وانا يعني درت هكا اكسبري باش نوريكم العدد ديالهم كيفاش كيحطوا يعني هما فيهم يمكن حطوا غير هذا والعسل ولكن هما حطوا ليا كلشي باش الناس تعرف بالعدد ديال الارياف هنا كيفاش كياكلوا الفطر المشلتت. هذا ما كان المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم الفطر المشلتت. نتمنى انه يعجبكم وردوا ليا في التعليق. شكرا ام فاروق وكانت مع حتى اخت راجلي هما اللي قاموا بهذه المهمه هذا الانجاز. شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا والى فيديو واحد اخر. السلام عليكم.